كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا عمر الحييني وهي قناتي عالم العملات الرقمية. أهلا وسهلا بالمشتركين الجدد. الحقيقة اليوم حديثنا عن عملة حائط شعبية كبيرة ظهرت على شكل مسحة أو نكتة، وعملة شيبا تصنف نفسها لأن قاتلة الديجي كوين، لأن المستثمرين قادرين يشتروا عدد كبير من العملة بسعر بسيط. عملة الشيبا ارتفعت قيمتها السوقية بشكل جنوني. أخي الكريم، خليك معي للآخر، ربحك لك وخسارتك لك، بتمنى الربح للجميع. من فترة سمعنا عن عملية الحرق اللي صارت وضجت فيها مواقع التواصل. القصة انه هو فيتاليك مؤسس الاسريون فتح وكان عنده 4.5 مليار من شيبة، وتبرع 90% منه لدولة الهند وحرق الباقي. وعملية الحرق اللي صارت عطتها نقطة ايجابية ودعمة للسعر. بكفي يا جماعة انه عملة شيبة موجودة على منصة باينس، هالشي بيعطيها ثقة انه عملة مهمة، عملة عليها فوليوم تقريبا شي 500,000. يا جماعة انا حكيت بالفيديو الماضي نزول عملة شيبة ما هو امر سلبي، يعني اذا نزلت لمناطق 0.5/600 أو 700 رح يكون هناك طلبات شراء كبيرة ورح ترجع ترتفع. يعني جماعة الشيبة لا تقلقوا، عملة اتبنتها منظمات الإنسانية لإغاثة الكلاب، هي كلاب الشيبة أينو. ما كان هيك سعرها، لكن من تغريد أيلون ماسك نط سعرها، حتى انه فريق الشيبة شغال، حتى انه كل يوم عم تنزل على منصة جديدة. وهلأ لازم نسأل حالنا سؤال، ممكن سعر الشيبة يصل للدولار؟ اذا وصلت قيمتها ل1 دولار، يعني لازم تكون اذا وصلت قيمتها سوقية 50 تريليون دولار، وكلمة 50 تريليون دولار هاد اكتر من قيمة السوقية الى كل العملات، يعني توصل 10 سنت، يعني شيء من الخيال. يا جماعة خلينا نكون صريحين، اذا بدك اشتري الشيبة وخليها للزمان. وهلا خلينا نشوف سعر الشيبة 0.5/726 بعد ما كانت على 730. يا جماعة بتوقع يصير تصحيح كمان وترجع تخترق مناطق 800. يا شباب هاي مو نصيحة استثمارية، هذا رأيي الشخصي. وهلأ كون وصلنا إلى نهاية الفيديو، بتمنى إذا عجبك الفيديو حط لايك وشير، ورح يتم إعلان عن قناتنا المجانية قريبا، وبتشرف بوجودكم والسلام عليكم.